نترك الاختتام الكلمة للشيخ فضيلة الشيخ فريد البلاجي الذي يحبه بالله فليتفضل مشكورا للقاء الكريم، ثم نترك باب النقاش ونختتم بالتكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم جميعا ومرحبا بضيوفنا الكرام. يعني بصراحة أنا الكلام لأني تكلمت آلاف الساعات في الإعلام الوطني والدولي على القضية منذ أكثر من 4 سنوات لعبد الضعيف، وشرحت ما سيكون وقلت ما سيكون، وليس هذا عن وحي أو نبوة أو غيره، كل شيء مكتوب في إيديولوجياتهم في كتبهم. وقلت أننا سنصل إلى مرحلة التفجير، وكان معي دكتور مازن الشريف والدكتور الصيداوي، وتكلمنا منذ البداية أن الوقاية خير من العلاج، لكن لا حياة لمن تنادي ومن بيدهم السلطة جميعا إما أغبياء أو عندهم أذان صماء. بالنسبة لنا لا نأتي بأفكار تنظيرية من مجرد الكتب، نحن أكثر من 20 سنة نتجادل ونتحارب مع هؤلاء في الشرق الأوسط، وأول ما بدأوا في تونس قبل 4 سنوات قلت بعد جلوسي مع بعض قياديين صرحوا لي بكل وضوح إنها حرب عقائدية من الأخر، إنهم ينتمون إلى الفكر الوهابي التاريخي التكفيري التدميري للعقل والبدن ومن فوق الأرض ومن تحت الأرض. واضح، لا نأتي من أفكارنا من المريخ، نحن واجهناهم مباشرة، بل يتصل بي قيادي الإرهاب متاع أبي بكر البغدادي ويقولون لي قادموا لكم بالذبح وستكونوا أول من يذبح. طيب قتلت السياسي، لماذا تريد تقتلون فريد الباجي؟ بسيط، قال لأنك تعرف أن القضية عقائدية وأنت تبدأ منذ البداية من باب الحماية. أخبركم من الآن أن ولو أغلقنا المساجد كلها أن هؤلاء 10,000 اللي حكى عليهم رئيس الحكومة مهدي جمعة وزير الداخلية لطفي بن جدو اللي رجعوا من سوريا، مش اللي رجعوا، اللي وقفهم ما رجعوش من سوريا، وينهم تو؟ هؤلاء 10,000 كل 20 إلى 30 نفر إلى 10 انقسموا إلى خلايا مش نائمة، باطل، خلايا متأهبة. شنو مهمتها؟ من أهم أولوياتها قسم يتكلف ما يسمى بالدعوة الفردية. الآن في الجامعات التونسية، في الفنادق، في كل مكان، وصلوا إلى التلفزة الوطنية، نعم وصلوا إلى كل مكان ويحضرون بالدعوة السرية من أجل العمليات والضربات التي يحضرونها لتونس. إذن مادام هي حرب عقائدية، وهو بالذات الذي أريد أن أتكلم عنه، نحن الشعب التونسي شعب مسلم في أغلبه، وإسلامه قادته علماء الزيتونة، ولهم قراءة تنويرية تجديدية في كل قرن، وهم حداثيون، وهم ديمقراطيون في كل زمان علماء الزيتونة، وقد أعطوا رؤيتهم لا للفكر الوهابي في تونس. القانون الجديد بتاع الإرهاب، لا حول ولا قوة إلا بالله، مضطر سأقول هو قانون مهما حاول فيه ما زال مخنثا. ما دام قانون لا يجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ولو لم يحرض ولو لم يدعو إلى القتل، بمجرد انتمائه يجب أن يحاسب قانونيا كقانون 2003. نعطيكم أنا قضية واضحة تعرفوها الكل، في بالكم ضربة باردو، واحد منهم قبض عليه وحقق معه مع مكافحة الإرهاب، واعترف بانتمائه إلى تنظيم حب بن وصل الشريعة، لكن القضاء تركه. لماذا؟ لأن قانون عدد 2003 مش قادرين تبقوا فيه، لم تبقوه لقبضوا عليه، لكن القضاء تركه. والقانون الجديد ليس صريحا، فبأن من انتمى إلى تنظيم إرهابي
ولو لم يمارس العنف المادي أو القولي يجب إيقاف قانون غير موجود. إذن 10,000 هؤلاء سيصبحون 20,000 و30,000 و40,000، والدعوة السرية قائمة على قدم وساق، وهذه بمعلومات معناها نحن تتبعناها كمركز تونسي لدراسات الأمن الشامي أو كجمعية دار الحديد الزيتونية. تصوروا أنتم على 5,050 مسجد منعوهم من المنبر والخطابة، أصبحوا يقومون في الدعوة في التراكم في المساجد. لو كل مسجد فيه 2 أو 3 معناها عندنا 15,000 يوميا يقومون بالدعوة إلى والتجنيد أو شبابنا باسم الدين والعقيدة الفاسدة الوهابية المتطرفة التكفيرية لهؤلاء. إذا لا نستعمل المناعة فالمعركة ستطول، أقولها بكل صراحة. وإن كنت أوافق كل الخبراء الذين يعني يقولون أن تونس لن تسقط في الإرهاب كما سقطت سوريا أو كما سقطت العراق أو كما سقطت ليبيا، ذلك لأسباب موضوعية، أنه ما زالت مقومات الدولة قائمة في تونس والحاضنة المجتمعية يعني ضعيفة جدا بالنسبة للإرهابيين. ولكن البديل الديني هو أننا عودة، أنا عملت مئات مؤتمرات مثلا ما غيرنا شيء، نريد أن ننتقل هؤلاء النخب إلى الجامعات ونفهمهم مدى خطورة هذا الفكر. لأنه القضية، أنا سألت مكافحة الإرهاب المحققين يعني فاتفق دراساتهم على دراسات، قلت لهم ما هي القواسم المشتركة للإرهابيين؟ خرجوا بثلاث نقاط مع الذين حققوا معهم هم بالآلاف الذين قاموا بالعمليات الإرهابية. أولا يجمعهم الفكر الوهابي، باتفاق لا يوجد من قام بعملية من العمليات في تونس أو خارج تونس، وكل الخبراء الأمنيين يؤكدون ذلك، هم إرهابيون وهابيون. النقطة الأولى. النقطة الثانية الفقر، عامل الفقر تجد الطبيب والمهندس والأمني والقاضي والإعلامي كلهم ينتمون إلى هذا الفكر، لأنه عندهم سذاجة وبساطة في فهم الدين. صحيح دكتور بسيكياتر ولكن هو بسيط في الدين ويحب الدين، يتفرد به هؤلاء الذئاب المنفردة بسيكياتر نسمعها عادي جدا. القسم الثالث ما هو؟ القاسم المشترك الثالث بين جميع من ينتمون إلى هذا الفكر، عندهم شذوذ نفسي ومرض نفسي، لأنهم يركزون أثناء الاستقطاب على من عنده عقد نفسية بسبب عوامل اقتصادية أو عوامل اجتماعية أو عوامل شخصية أو عوامل عائلية. لكن المهم علينا أن نقف وقفة واحدة من أجل أننا نمنع الشباب التونسي من الانجراف، لأنه ما زال ينجرف، ولا يتم ذلك إلا بالتكاتف وأن نتكلم في الإعلام في الجامعات، لأنه فما أساتذة كذلك إرهابيين، وفما حتى أساتذة في الطرب قبض عليهم معناها في الثانوي هم إرهابيون. معناها إذا أساتذة بعض الأساتذة كانوا قلة جدا ينشرون في هذا الفكر الفاسد في مدارسنا وجامعاتنا، كيف سنقاوم؟ علينا نحن كذلك أن نتكلم مع أبنائنا لنحفظهم حتى لا يؤخذوا من أيدينا، وبارك الله فيكم.